معانا على التليفون الدكتور طارق الأدور، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. دكتور طارق، اهلا بيك، اهلا بك يا عمر، واهلا بكريم، اهلا بيك يا دكتور. ومنورين الدنيا، وانا سعيد طبعا ان انا اكون في مداخله معاك. طبعا يا دكتور طارق، حضرتك بتمتعنا بآرائك الفنية التحليلية اللي يعني بناخد رأي حضرتك دايما فيها في كأس العالم والبطولات بشكل عام، لكن ما ينفعش ان دور ال16 يكون فيه مفاجآت ودكتور طارق ما يكونش موجود معايا. رأي حضرتك في دور ال16 والمفاجآت في خروج المنتخبات الكبيرة ومنتخبات زي روسيا وزي أورجواي تتخطى البرتغال وتتخطى أيضا منتخب أسبانيا، وكرواتيا كانت يعني قاب قوسين أو أدنى من الخروج أمام منتخب الدنمارك لولا ركلات الجزاء، واللي حضرتك عارف أكيد بيكون لها دور كبير جدا وحظ فيه تأهل المنتخبات. تمام صح. انا بس عايز اعقب على حاجه، عشان دخلت معاكم على الهواء سمعت بتاعه التدريب على ضربات الجزاء. تمام. يعني بص، انا عايز اقول لك على حاجه بمنتهى الامانه. هي ركلات الترجيح بشكل خاص موضوع يعني بيعتمد على عوامل كتير قوي، وربما ما يكونش منها يعني ان هو لازم يكون في تدريب، حتى لان التدريب ممكن فرق بتتمرن كتير عليها وبرضه تبقى لا زالت، لان المحك الحقيقي في ركلات الترجيح هو انك تلعبها في الاجواء بتاعتها، هي اجواء المباراه نفسها الملتهبه، ان انت تبقى حاسس انك بتلعب ركله ترجيح هتحدد اما صعود منتخب لدور الثمانيه او خروجه خالص من كاس العالم. مظبوط. يعني تخيل ان واحد بيقدم على ركله ترجيح يا يكمل يا بكره مسافر، بكره الصبح على المطار. فالموضوع بيبقى فيه عوامل كتير قوي قوي قوي، ومهما انت اتمرنت في تدريبه مقفوله ويا دوب كده بس اللعيبه اللي بتتمرن مع بعضها، صحيح بتفيدك وبتخليك برضو تاخد قرار في الزاويه اللي هتسدد عليها، او تخليك تاخد القرار في ان انت هتلعبها ازاي، او كحارس مرمى يقعد يدرس بقى. الاهم من 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 التدريبات دي بشكل خاص هو اللي حتى بيحصل قبل ما اللعيب يشوط ركله الترجيح او ضربه الجزاء، وتشوف كده مثلا اللعيب ده في الغالب مثلا شاط 20 ركله جزاء، ومنهم مثلا 18 واحده في الزاويه اليمين واثنين بس في الزاويه الشمال، وبتبقى ارضيه. فدي اللي بتبقى محل دراسه الجهاز الفني اكتر من ان هو التمرير بحد ذاته. وانا بقول يعني ان دائما ركلات الترجيح، مش عارف ليه دائما او في الغالب اذا كان فريقين في المباراه الاصليه ووقتها الاضافي وفريق هو المميز فنيا اكتر، دايما تلاقي ركلات الترجيح تدين للاقل فنيا في المباراه. مش عارف ليه يعني القاعده، وده اللي حصل في مباراه اسبانيا طبعا روسيا. بمنتهى الامانه انا بعتبر ان الخاسر الاكبر في المونديال حتى الان هو المنتخب الاسباني. يمكن احنا بنتكلم على الامس كانت فرنسا بتلعب مع الارجنتين، وكنا يعني ايه يعني شيء طبيعي ان انت الارجنتين اللي فيها ميسي انها يعني تكمل مسيرتها في المونديال، لكن على ضوء المستويات اللي كانت موجوده للفريقين ما قدموش عروض كويسه، لكن على الاقل على مستوى الاداء في الدور الاول احنا ما كناش مقتنعين قوي باداء الارجنتين، كان عندهم نقاط ضعف كثيره جدا، مشاكل كثيره جدا فنيه من سان باولي نفسه المدير الفني، يعني ما كناش يعني متوقعين. لكن المباراه اللي هي 4-3 انا شايف انها كانت شكل المباراه جيد جدا، ومباراه فيها 7 اهداف. بالامس برضو اوروجواي والبرتغال، انا عايز اقول لك انا حاجه، البرتغال فريق النجم الاوحد ضمن 5 منتخبات راحت كاس العالم وكانوا بيطلقوا معاها عليها فرق النجم الاوحد، وللاسف فرق النجم الاوحد كلها خرجت من المونديال. يعني في فيتشر كان معمول حتى في الفيفا على اللي هي الفرق اللي بتعتمد على نجم اوحد، على فكره احنا منها طبعا. ما انا كنت اقول لحضرتك طبعا منتخب مصر، منتخب محمد صلاح، منتخب مصر محمد صلاح، والمنتخب الارجنتيني فريق ميسي، والمنتخب البرتغالي فريق كريستيانو رونالدو، والمنتخب الدنماركي حتى مسمينه فريق كريستيان اريكسن اللي هو يمكن هو ظهر اكثر من لاعب توتنهام. لاعب توتنهام هو اللي كانوا بيعتبروه برضه من ضمن فرق النجم الاوحد، وطبعا روبر ليفاندوفسكي في بولندا برضه كانوا بيسموا بولندا فريق النجم الاوحد. خرجت بولندا، خرجت مصر، خرجت الارجنتين، خرجت البرتغال،
والنهارده كمان خرجت الدنمارك اللي هي خارج فرق النجم الاوحد فريق الفرقه الخامسه خرج. فعايز اقول لك ان البرتغال بالامس يعني ما تعتبرش مفاجاه قوي، يعني اوروجواي صحيح شكل المباراه ان هي كانت فنيا اعلى في ذات الشوط الثاني، فريق البرتغال اضاع فرص كثيره وكان هو اللي خلى المنتخب الاوروجواياني يسقط كل 11 لعيب في نص ملعبه، لكن من واقع مستويات اداء البرتغال كده في الفتره الاخيره هي فريق النجم الاوحد، وحتى لما بيكون كريستيانو رونالدو مش في الفورمه بتاعته او مش مستواه الفريق بيبقى مش في حالته، وبالتالي كان خروجه امر طبيعي. يعني المنتخبين اللي هم الارجنتيني والبرتغالي بنجميهما الكبيرين طبعا كريستيانو رونالدو وميسي، اغلب الناس انا اعتقد كانوا هم المتابعين كانوا بيتوقعوا خروج الفريقين. بكره ان شاء الله اتفضل حضرتك كمل. اتفضل يا دكتور كمل. فعايز اقول لك ان ركلات الترجيح ما تقدرش تعرف راحه فين. النهارده مباراتين بركلات الترجيح، واحده منهم كانت للفريق الاقل فنيا وهي في مباراه اسبانيا وروسيا اللي كل الناس شافت طبعا المنتخب الاسباني كان متفوق فيها فنيا، والمباراه الاخرى كرواتيا الدنمارك كانت هي الفريق الافضل فنيا من وجهه نظري. كرواتيا مقدمه مونديال جيد وعندها لعيبه مميزه وبالذات الحارس النهارده توباشيتش اللي قدم مباراه كبيره قوي وصد ثلاث ركلات. بكره ان شاء الله يكون في مباراه البرازيل والمكسيك تاتي لاعب اوزاريو، وبالتالي هنشوف مباراه فنيه عاليه جدا، وايضا بلجيكا واليابان. هل حضرتك شايف ان ممكن يحصل اي مفاجآت ولا البرازيل هتفوز وبلجيكا هتحقق فوز امام اليابان؟ بص عودنا المونديال ده ما تقدرش ابدا خلاص توبه، المستويات تبقى قريبه جدا. يعني حتى انت متخيل الفرق اللي طلعت اصلا قبل الجوله الاخيره زي كوريا الجنوبيه كسبانه المانيا بطل العالم، تلاقي مثلا المنتخب البولندي بعد ما خلاص ركب الطياره حقق اخر فوز الاول فوز في المباراه الاخيره. فانت ما تقدرش تتوقع بالذات مع فرقه انا شايف ان لو انت سالتني دلوقتي من هو افضل فريق تكتيكيا وفنيا بيلعب بشكل جماعي انا اقول لك وارد عليك اقول لك المنتخب المكسيكي. على الرغم من الخساره الثقيله في الجوله الاخيره قدام السويد والخساره يعني 3-0 ثلاث اهداف، لكن انا يعني شايف المنتخب المكسيكي فريق قدم لنا كره حلوه، المثلث الهجومي بتاعه تشيتشاريتو وخافير هرنانديز وكارلوس فيلا ولوزانو الثلاث لعيبه دول الحقيقه من افضل لعيبه في المونديال تنفيذا للهجمه المرتده، هجمه مرتده بتطلع صح تمريره او اثنين توصل للمرمى بيضيعوا فرص كثيره من خلال هذه الهجمات المرتده، ممكن يبقى عندهم الفرصه في هذه الهجمه لو ما حرصش المنتخب البرازيلي واندفع للهجوم هتكون المكسيك عندها فرص كويسه جدا في الهجمات المرتده. المباريات البرازيل والمكسيك دايما تتحلى بانها مباريات قويه رغم ان الاثنين من قارتين مختلفتين، المكسيك من الكونكا كاف اللي هي امريكا الشماليه والوسطى والبحر الكاريبي والبرازيل من امريكا الجنوبيه، لكن بيلتقوا كتير قوي في كوبا امريكا. دايما كوبا امريكا بتبقى 12 فريق 10 من امريكا الجنوبيه الفرق منتخبات العشره واثنين بيجوا من امريكا الشماليه غالبا بيكون المكسيك واحده منهم، فبيلعبوا كتير قوي في كوبا امريكا يعني رغم ان هم من قارتين مختلفتين لكن كتير قوي بيلعبوا في الكوبا امريكا، وبالتالي هي مباريات ديربي قوي جدا في المنطقه بتاعت امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. اعتقد انها مباراه هتكون في الملعب. بلجيكا واليابان. بلجيكا واليابان بقى طبعا بص هقول لك على حاجه، انت انت ما سالتنيش بس انا قلت لك لو سالتني افضل فريق تكتيكيا في كوريا قلت اقول لك منتخب المكسيك اسف. انما لو انت سالتني مين هو الفريق الاكثر حشدا للنجوم والفريق اللي انت ما تقدرش تقول ان هو فريق النجم الاوحد كل اللعيبه بمستويات متقاربه جدا هقول لك المنتخب البلجيكي. شفناه قدام انجلترا بيلعب تقريبا ب 11 لعيب مختلفين تماما. يعني باستثناء حارس المرمى يمكن كورتوا وكان بوياتا واعتقد واحد بوياتا فقط اثنين لعيبه من ال 11 لاعب الاساسيين. بالظبط انما تسع لعيبه بدلاء تحس ان الفريق ماسك بعضه وتلاقي يعني غاب لوكاكو تلاقي باتشواي يعني غاب ميرتنز تلاقي يعني فاهم يعني تلاقي يانوزاي يعني لعيبه كتير قوي موجوده في المراكز المختلفه بتغطي لك بنسب يعني فروقات. دايما بين الاساسي والاحتياطي لازم يكون في فارق طبعا، بس ما يكونش مثلا الاساسي 80% والبديل 40% تلاقي الفارق كبير قوي في المنتخب. لا لو جبت منتخب بلجيكا بين الاساسي والاحتياطي
ده مثلا 85 تلاقي ده 75 فرق 10% صح. فرق 20% في المستويات. فانا شايف ان المنتخب التركي قريب جدا، لكن برضو لا يؤمن جانب المنتخب الايراني تقدم عروض كويسه جدا، واحد من الفرق اللي هي الاعلى بدنيا في البطوله، يعني مزبوط. يعني فريق الاكثر اكتمالا في النجوم وفريق من اعلى الفرق بدنيا، يعني تلاقي ان هو من اكثر الفرق اللي بتعمل كيلومترات في الملعب، اللعيبه الديستانس كفر بتبقى كبيره جدا بالنسبه للاعيبه اليابان. فبرضه مباراه ترجح فيها كفه بلجيكا جدا، لكن لا يؤمن جانبها زي ما قلنا بالظبط على البرازيل. دكتور طارق بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، دايما بتمتعنا برؤيه تحليليه على اعلى مستوى ودايما يعني الارقام والاحصائيات. دكتور طارق الادور نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه.